as Naqshbandi is the biggest gift. Inshallah, I wish this for everyone and for us, inshallah. May Allah give him long, long, long life. And for you also, long, long, long life. And inshallah, we think we have to sing for you. No, whatever is the appropriate way. No. We are doing the bad way. We sing happy birthday to you, but we don't know what is the holy way. Yeah. Correct. We ask from Mehmet to make dua for his uncle Hani. Because you love your father so much, I have to say this one. And Mehmet Nazim, he loved me so much, that's why I give him this, to make dua. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات، وتفضلنا بها من جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اشف أمة محمد، اللهم ارحم أمة محمد، اللهم احفظ أمة محمد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا وهاب يا وهاب يا وهاب، اللهم يا مكفف الأسباب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. Yeah.